لا تخلو أي احتفالية أو تظاهرة من هكذا افتتاحات. وبما أن السياحة في يومها العالمي، فكان لزوما على الزربية القلعية أن تمثل حضورا قويا باعتبارها رمزا من رموز وتاريخ المنطقة، رمز على حافة الاندثار. الزربية التقليدية هي تما نقصت بالبزاف، ما بقاش منها الزربية التقليدية. حاول سبب مواد الأولية ونقص مواد ونقص اليد العاملة. هاد القلعة هنايا كانوا عايشين بها، كانت عندهم من جمعة لجمعة يقلعوا، نقولوا احنا يسدوا بالسبت يقلعوا بالجمعة، ياكلوا منها ويشربوا منها وربوا وليداتهم وي. أيام بعد وشوية وشوية ولات تنقطع، كاع انقطعت. ومن بعد هاد الأعوام شوية هاد السونتر مين حلوه شوية، البنات راهم يجوا شوية زعما كاين اللي يتعلموا كاين اللي يخدموا كاين. تعتبر الصوفة العنصر الأساسي في تركيب الزربية بعد مرورها على عدة مراحل متعبة وشقة يتقاسمها الرجال والنساء. هذا الصوف هذا الجز من جد جدود تاع البلاد، حرفة تقليدية تاع البلاد. وين ما كان الفلاحين لموا عليهم هذه، كاين اللي عندها ربع قناطر، كاين اللي قنطار، كاين اللي 10 زاز، كاين اللي كانوا بكري كانوا يخدموا في الدار، قرد شوها بالقرديش يغزوها كيما هكذا. بصح حنا دروك ما عندناش حنا هذيك، حنا هذه يقولها القيام نشروه من الوزين. الجلوس على زربية القلعة هو جلوس على بساط علاء الدين الذي يسافر بنا إلى تاريخ منطقة حافظت على زربيتها منذ قرون ونالت شهرة عالمية. هي اليوم تستحق أن تكون سفيرة الجزائر للسياحة إذا ما حظيت بمزيد من الرعاية والاهتمام.